بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه حقيقة كبرى. إن الله بعظمته العزيز الجبار المتكبر العليم الحكيم القدوس السلام المهيمن، إن الله، هذه كلمة الله عز وجل تجمع كل صفات الله وأسماء الله الحسنى، العزة والقهار والحكمة والقوة والعلم والهيمنة، كلها إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شوف كلمة يدافع، كلمة فيها يعني مدافعة وفيها حفظ وحصانة من شر الأعداء. معنى ذلك أن هناك أعداء وهناك في ميدان التغيير هناك من يكيد ومن يمكر، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن هناك دفاعات إلهية ربانية خفية. الإنسان المؤمن حينما يكون مؤمنا مخلصا، الله عز وجل يدافع عنه بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في العديد من قصص الأنبياء والمرسلين. وسنتحدث عن الدفاعات الربانية الخفية للمؤمنين والصالحين والأنبياء والمرسلين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الحقائق الكبرى القرآنية ينبغي أن نعيشها، وقد جسدها القرآن الكريم من خلال القصص القرآني. هذه التسديدات الخفية التي لا يمكن أن يعني يتصورها إنسان ويتخيلها إنسان، تأتي للمؤمنين المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما نقرأ في سورة الطلاق في الآية الثانية والآية الثالثة. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه يعني كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لماذا؟ إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره. مهما تكون الأمور البشرية الأمور الإنسانية تتكالب على الإنسان وتريد أن تسقط أو تسقط الإنسان المؤمن المتقي، الله يدافع عنه ويدفع عنه شر الأعداء وشر الحاسدين والكائدين، وبطرق خفية وعجيبة وغريبة لا يمكن أن تتصور. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. القصص القرآني خدم هذه الفكرة. طبعا هذه أفكار مجردة القرآن يستعرضها، ولكن قلنا طبيعة القرآن الكريم لا يكتفي بالأفكار المجردة والمفاهيم والمبادئ، وإنما يعطي مصاديق حية من خلال القصص القرآني من أجل أن يركز هذه المفاهيم المجردة في عقولنا وفي قلوبنا وفي نفوسنا. نجد هذه المفاهيم
من خلال قصص الأنبياء، تلمس سيرة الأنبياء والمرسلين والتسديد الإلهي الرباني لهؤلاء العظماء، تجد هذه المفاهيم المجردة بصورة مجسدة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثلا في قصة يوسف الصديق عليه السلام، امرأة العزيز كانت تلهث وراء يوسف في قصة المراودة، وراودته التي هو في بيتها، هو في بيتها بعد، مو هي في بيته، هو في بيتها. يعني شنو؟ يعني كل الظروف مهيئة، كل الأسباب قد وفرتها هذه المرأة، كل الأسباب لانحراف يوسف الصديق عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب. طبعا راودته عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. غلقت، شوفوا هنا فعلت تفعيل، غلقت الأبواب يعني تغليق محكم، وقالت هيت لك. أمر أمر أمر، لأن هي السيدة المطاعة وهو العبد، وهي صاحبة الإحسان إليه. هيت لك يعني اسم فعل أمر، يعني هلم أقبل غصبا عليك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، إنه ربي، الله ربي مو الملك. طبعا من الأكثر توحيدا نقول أن الإشارة إلى إنه، هذه الهاء تعود إلى الله عز وجل. أولا الله مذكور والملك غير مذكور. معاذ الله، إنه ربي. وثانيا أكثر توحيدا، أحسن مثواي، الله أحسن مثواي. صحيح ربما هناك قرينة أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، ولكن لم يقل أكرم مثواي، أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني إذا لم يحصل الهم لولا أن رأى برهان ربه، يعني رؤية لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الهم لوجود شنو؟ رؤية البرهان. وهمت به، همها قد حصل وهمه لم يحصل. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب. شوف هنا سيأتي التسديد الإلهي الرباني ليوسف الصديق عليه السلام. واستبق الباب، شوف استبق يعني هو يركض وهي تركض، عملية استباق. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف هنا رأسا تحول، يعني قلبت المعادلة، كانت هي تلهث وراءه، وإذا رأسا حينما رأت زوجها سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا يوسف الصديق بكل بساطة قال هي راودتني عن نفسي، لم يقسم، لم يحلف بالله عز وجل، لم يحلف بمقدسات، بكل بساطة وهدوء واطمئنان هي راودتني عن نفسي. زين، من الذي يشهد؟ طبعا الملك يأخذ رأي زوجته العزيز، وهي عزيزة وهو عزيز، ويوسف الصديق عليه السلام
شروه بثمن بخس دراهم معدودة، وهم أصحاب الإحسان. فقطعا كل الأدلة تدين يوسف الصديق عليه السلام وتبرئ ساحة امرأة العزيز. في جميع يعني المواقف من هذا القبيل لا يمكن أن تتهم امرأة العزيز ويبرئ ساحة إنسان خادم عندهم، رقيق رق كان عندهم. فإذن كل الأجواء كانت ضد يوسف الصديق، كل الأجواء يعني الأبواب مسكرة. كيف سكرت الأبواب؟ هنا كذلك الأمور مسكرة، أن لابد أن يتهم يوسف الصديق عليه السلام. هنا يأتي التسديد الإلهي الخفي. يوسف شنو؟ ما هي الأدلة التي يقدمها الصديق عليه السلام؟ في حيرة بقى. هنا يأتي التسديد الخفي الإلهي. انظر: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. شوف هذا التردد، لأن تحبه، لأن هي تعشق يوسف. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. هنا إيش؟ هنا جاء في هذه اللحظات الحرجة جاء التسديد الإلهي الرباني، وشهد شاهد من أهلها. هنا رأينا كيف يأتي التسديد الإلهي الرباني ليوسف الصديق، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شوف هنا يعني هذا الطفل تكلم بأمر الله بإذن الله عز وجل، وقدم صدقها على صدقه. فماذا قالت؟ ماذا قال هذا الشاهد؟ وطفل صغير لم يبلغ السنة، عمره 6 أشهر، وتكلم كلاما رائعا وجميلا وعميقا. إن كان قميصه قد شنو؟ من قبل. لم يقل أولا إن كان قميصه قد من دبر، لا، كأنه هو لصالحها، لصالح امرأة العزيز، هو معها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. شوف قدم كذب يوسف حتى يكون موضوعي في كأنه لأنه من أهلها، فكأنه معها هو، وكأن يوسف هو الكاذب وهي الصادقة. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. بعد ذلك ماذا يقول القرآن الكريم؟ فلما رأى قميصه، من رأى؟ السيد العزيز. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وشهد شاهد من أهلها. هذا التسديد الإلهي الخفي. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. التدخلات الإلهية الربانية الخفية في أصعب الحالات واللحظات، حينما يكون الإنسان متقيا وصادقا فيما يقول وفيما يدعيه، هنا يأتي التسديد الإلهي بأي طريقة وبأي وسيلة. طفل صغير في المهد
أنطقه الله عز وجل، وليتكلم هذا الكلام الرائع الراقي جدا والحكيم كذلك. فإذن قصص الأنبياء تجسد لنا هذه الآية المباركة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك ممكن نأخذ شاهد آخر بالتدخلات الإلهية الربانية في الدفاع عن المؤمنين وعن الذين يتقون، وهو موقف مريم عليها السلام في سورة مريم في الآية 29. مريم كذلك بقيت في حيرة كما يوسف بقي في حيرة، وفي اللحظات الحرجة في اللحظات الأخيرة جاء التسديد الإلهي الخفي من خلال طفل. سبحان الله، مريم كذلك من خلال طفل صغير عمره أيام معدودة جاءت براءتها، كما جاءت براءة يوسف من ذلك الطفل الصغير، جاءت براءة مريم من طفل صغير كذلك. شوف حينما نقرأ الآيات المباركة يعني طبعا: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. طبعا سيدة عذراء وولدت طفلا، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ من يصدق أن هذه معجزة وأن هذا أمر إلهي رباني؟ فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. انتهت. هؤلاء الفريسيون طبعا فرحوا وكيفوا، يعني صار عندهم فرح يعني عرس، بحيث اكتشفوا خللا في مريم العذراء عليها السلام، وهم كانوا يحقدون عليها. فهذا أكبر شاهد، أكبر شاهد على أن مريم العذراء لم تكن عذراء، وأنها قد مسها رجل مثلا. ولهذا راحوا: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، عليه من طالعة، عليه من طالعة، أمك طاهرة، أبوك طاهر، أنت شنو هذا هذا العمل الشنيع الذي عملتيه، هذا الفعل الذي لا يمكن أن يوصف. أنت من بيت طهر، من 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 الأب ومن الأم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يأتي هنا التسديد الإلهي: فأشارت إليه. هنا التسديد الرباني: فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كيف نكلم من كان في المهد صبيا. شوف هنا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، كما أن يوسف الصديق لم يحتسب حينما أنطق الله عز وجل الطفل العمر 6 أشهر في تبرئته، كذلك مريم العذراء يأتيها الدفاع من حيث لا تحتسب. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عجيب هذا الموقف العظيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله
آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هنا التسديد الإلهي الرباني يأتي في اللحظات الحرجة، ومن حيث لا يحتسب المؤمن والمتقي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه المشاهد القرآنية الرائعة، هذه القصص القرآنية تجسد هذا التسديد وهذا الدفاع الإلهي الرباني عن المؤمنين حينما يصلون إلى الطريق المسدود. هنا الله ينطق حتى الأطفال الصغار الذين في المهد ليكونوا شهود صدق على طهارة يوسف الصديق، وشهود صدق على طهارة مريم العذراء عليها السلام. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو الدرس الذي نستفيده من قصة مريم وقصة يوسف الصديق في مدافعة الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات والمتقين والمتقيات الذين يعني وفروا كل ما يستطيعون من طهر وكل ما يستطيعون من أسباب. بعد ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يدافع بدفاعات لا يمكن أن تخطر على بال بشر ولا يمكن أن يتصورها حتى الأنبياء، كما يعني أخذنا سابقا موسى عليه السلام ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. هنا كذلك وشهد شاهد من أهلها، شهد شاهد من أهلها في قصة يوسف عليه السلام، وفي قصة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب. شوف لم تتحدث مريم عليه السلام، أشارت إليه، وهذا درس كبير أن الإنسان المؤمن حينما يتهم بعرضه ما في داعي يصيح ويخبص نفسه ويسب الآخر، لا، يصمت وينتظر التسديد الإلهي الرباني. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.